يمكن نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل إيقاف لعبة شئ نقوم بالضغطون على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغطون على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغطون على شئ، من ثم سوف نقوم بالضغطون على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغطون على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغطون على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن شيء خاص بكم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجد هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم الشئان. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.